السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع اليوم هو الكهرومغناطيسية، الدرس الأول في الوحدة الخامسة. دائما مرجع الواضح في النشاط العلمي المستوى الخامس. نبدأ بوضعية التساؤل. رافق مصطفى أباه يوما إلى خردة الحديد للبحث عن قطعة غيار. تعجب كثيرا لما شاهد رافعة بدون فكين تحمل كميات هائلة من الحديد وتنقل من مكان إلى آخر. أتساءل. إذن بطبيعة الحال التساؤل الذي سنطرحه، إذن السؤال: كيف تتمكن الرافعة من حمل هذه الكميات الهائلة من الحديد؟ الهائلة من الحديد يعني شنو هو الميكانيزم اللي كتخدم به هاد الرافعة باش تمكن انها تهز لينا هاد الحديد وتحوله من مكان الى اخر؟ اذا بالنسبة للفرضية التي يمكن وضعها، اعتقد اذا هاد الرافعة هادي فهي كتعمل بمبدأ المغناطيس. اعتقد ان الرافعة تشتغل بمبدأ الجذب المغناطيسي، بمبدأ الجذب المغناطيسي. إذن شنو هو هاد الجذب المغناطيسي؟ إذن كنعرفو بأن الحديد ينجذب نحو المغناطيس، وبالتالي يعني هاد لاماس هادي، هاد الكتلة هادي، فهي عبارة عن مغناطيس. اذا هذا المغناطيس هذا كيجذب لينا كاع هادشي اللي عندنا ديال الحديد، وكتمكن الرافعه باش تنقل لينا هاد الكميات واخا كبيره من مكان الى اخر، لان كنعرفوا بان الحديد ينجذب نحو المغناطيس. اذا غادي نبداو بالانشطه. النشاط الاول: اتعرف قطبي المغناطيس. اذا عندما نترك ابره ممغنطه او بوصله حتى تستقر، يتجه دائما طرفها الملون غالبا يكون بالأحمر نحو الشمال، كنسموه نوخ، نوخ الشمال لنوخ. أقرب أحد طرفي المغناطيس من الإبرة أو البوصلة وألاحظ، ثم أعيد المناولة بتقريب الطرف الآخر للمغناطيس وألاحظ. إذن لاحظوا مع المغناطيس، هنا عندنا الإنجذاب. بطبيعة الحال الإنجذاب يكون نحو القطبين المختلف، يعني ما عمره ما غيكونش عندي الانجذاب من ان لان، غيكون ديما من نوغ للسود ولا من السود للنوغ. اما من الان لان ولا الاس لاس، يعني من نوغ للنوغ ولا السود سود نو، لان المغناطيس دائما القطبين المختلفين يتجاذبان والقطبين المتشابهين يتنافران. اذا طرف المغناطيس الذي يجذب القطب الشمالي للابره هو القطب الجنوبي، القطب الجنوبي S للمغناطيس، بينما الطرف الذي يتنافر مع القطب الشمالي هو القطب الشمالي للمغناطيس، هو القطب الشمالي N للمغناطيس. إذا النشاط الثاني: أكتشف أن التيار الكهربائي يخلق مجالا مغناطيسيا. عندنا دارة كهربائية بسيطة، درنا هنا عندنا واحد يعني واحد سلك نحاسي او لا، بطبيعة الحال ابرة ممغنطة، عندنا هنا ابرة ممغنطة، عندنا هذا سلك التوصيل ودرنا حده ابرة ممغنطة. اذا اغلق الدارة الكهربائية، اذا كنغلقوا الدارة الكهربائية، عندنا قاطع المصباح يشتغل الى اخره، ثم الاحظ عند مرور التيار الكهربائي عبر سلك التوصيل، ملي تكون الدارة الكهربائية مغلقة الإبرة كتكون في واحد البوزيسيون معين، ولكن إن فوا كنسدو هاد الدارة الكهربائية راه ممكن نجربوها، الإبرة الممغناطة تنحرف عن اتجاهها، كتاخد واحد الاتجاه معين. إذا هنا غنكتبو تنحرف عن اتجاهها. إذا عندما يمر التيار الكهربائي، فاش كيدوز التيار الكهربائي فهو كيخلق واحد المجال مغناطيسي. إذا عندما يمر التيار الكهربائي
عبر سلك التوصيل فهو يخلق مجالا مغناطيسيا. الان غنشوفوا لاكتيفيتي نيميرو 3. J'enroule un fil conducteur isolé autour d'un boulon en fer en faisant un grand nombre de spires et je réalise le circuit électrique indiqué sur le document 4. Donc, هنايا كناخذ واحد البولون اون فير واحد المسمار ديال الحديد كندور عليه واحد لو فيل انديكتور وكندير واحد ليغي ايمونتي ابرام مغناطه وكنوصلو بواحد العمود. جو فيرم لو سيركوي الكتريك كنسد الداره. جو رابروش لو بو دو بولون دو ليغي ايمونتي جو بسارف كنقرب هذيك الابره المغناطه من لو بولون وكنشوف. دونك جو رابروش لوترو بو دو بولون de l'aiguille aimantée, j'observe donc dans le circuit, je renverse les polarités de la pile, donc et je refais les mêmes manipulations, donc je note mes observations et je complète. Alors هنا كنعرفوا بان ملي تيكون عندنا واحد لو كور ديال الحديد enroulé يعني داير به واحد لو fil conducteur et traversé par un courant ملي كيكون هذاك السلك النحاسي اللي دار بهذاك الحديد كيدوز منه التيار الكهربائي. دونك هنا غادي نديرو يترافيرسي بار ان كورون الكتريك. هنا غتكتبوا كورون ان كورون الكتريك الكتريك. دونك نكتبها لكم هنايا. هنا كتبوا كورون الكتريك. دونك فوالا هذه الكلمه هذه كورون الكتريك الكتريك ان كورون الكتريك. اشنو كيوقع؟ ال دي في تنحرف ال دي في دي في لي جاي ايمونتي الابره المغناطه سو كور دوفيان هاد لو كور هذا كيولي مغناطيس مغناطيس. هاد لو بولون فير اونتوري بار هاد يعني بيان سور هاد لو فيل كونديكتور كيولي مغناطيس دوفيان ان ايمون un aimant avec ses deux pôles que vous voulez savoir un deux jours les pôles nord et sud. Le fil conducteur enroulé constitue une bobine, donc bien sûr qu'il y a une bobine. Le corps en fer sans noyau, donc l'ensemble s'appelle un électro qui s'appelle électro aimant caromagnatis électro. ايمون هذا البرانسيب ديال الالكترو ايمون غادي نشوفوه في الدراجه. اذا غادي نشوفو النشاط الرابع. اذا اتعرف اجزاء المناوب وكيفيه اشتغاله. اذا بطبيعه الحال المناوب ديال الدراجه كتكون عندنا واحد الوشيعه دونك اونطوري بواحد لو فيل كونديكتور كيكون عندنا هذا المغناطيس الاسطواني داير وكتكون عندنا هذه الاكاره ديال العجله. اذا يولد منوب الدراجه كيولد واحد التيار كهربائي تيارا كهربائيا عندما تشرع الاكره في الدوران. ملي كدور العجله هاد الاكره هذه كدور لانها كتحتك بالعجله اثناء دورانها. الدوران ديال هاد الاكره كيولد لنا واحد المغناطيس الاسطواني ولا كيولد لنا واحد التيار كهربائي. امتى كيكون هذاك التيار الكهربائي؟ ملي كيدور هذاك المغناطيس الاسطواني هذا المغناطيس هذا فاش كيدور امام هذه الوشيعه هذه هذا لابوبين التي تشكل جزءا من ساكن. الساكن هو بطبيعه الحال ستاتور. فيتولد تيار كهربائي يضيء المصباح. اذا اثناء دوار الاكره يدور المغناطيس الاسطواني المرتبط بها الذي يشكل جزء الدوار. اذا الجزء الدوار اذا عندنا الاكره الجزء الدوار امام الوشيعه التي تشكل جزء الساكن. الوشيعه هي الجزء الساكن هنا ستاتور الساكن. فيتولد التيار الكهربائي. اذا الان غادي نمروا مباشره لاستثمار تعلمات الجديده. احدد دور الوشيعه عند دوران المغناطيس في المناوب. دور الوشيعه بطبيعه الحال هو انتاج او توليد. انتاج نديرو انتاج ولا توليد التيار الكهربائي. Je souligne la bonne réponse
ان الكترو ايمون اي كومبوزي، واحد الالكترو ايمون فهو كيتكون اون بوبين ولا دو دو بوبين ولا دون بوبين، اذا نوايو اون فار. دونك بيان سور الجواب الصحيح هو الجواب الاخير، اون بوبين و ان نوايو اون فار. راه شفناه في هذاك لو بولون اونطوري بار لو فيل كونديكتور. 3 رافق يوسف اباه الى خردة بيع قطع الغيار المستعملة. هناك لاحظ رافعة بدون فكين ترفع كمية هائلة من الحديد وتقوم بنقلها فجأة. بدأت قطع الحديد تتساقط من أعلاها وتوقفت عن أداء مهمتها. إن الفرضيات التي يمكن أن تفسر سبب توقف الرافعة لأن الحديد كانت أو للحمولة الحديد كانت ثقيلة، ولأن الشخص الذي يشغل الرافعة مبتدئ، ولأن التيار الكهربائي تعطل. إذا بطبيعة الحال انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى تعطل المغناطيس، وبالتالي هذاك المغناطيس ما يبقاش كيجذب لنا هذوك يعني القطع ديال الحديد. فبالتالي الفرضية الصحيحة هي فرضية انقطاع التيار الكهربائي، هي الفرضية الأقرب لتفسير يعني توقف الرافعة عن الاشتغال وبالتالي سقوط الحمولة التي تقوم بنقلها. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا إن شاء الله مع فيديو جديد، درس أشكال الطاقة وتصنيفها. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.